يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اصطفى قلوب عباده ليعلم انه تواب. اما رايت زله ادم وما جرى من عتاب. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. اللهم صلاة وسلاما على سيدنا محمد الذي هو لب الألباب وعلى آله وصحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى الفاروق عمر الذي إذا ذكر في مجلس الطاب وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الثواب وعلى علي البار الذي سماه رسول رب الارباب. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام معا لنستمع ونستمتع سويا الى تلاوة القرآن التي مباركة عكرة سيتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد مصطفى شاكر القارئ والمقري شنشور فليتفضل مشكورا. كل
يدبر الأمر يفصل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل
يدبر الأمر وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي
وفي الأرض قطع وجنات وجنات من أعناب صدق الله العظيم. وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم للناس على
العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويستعجلونك بالسيئة قبل وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة إن ربك لشديد العقاب إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد
وكل شيء عنده عالم الغيب والشهادة وكل شيء وصف الشمس بأنها سراجا وهاجا ووصف القمر بأنه قمرا منيرا ووصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سراجا منيرا. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة العتيرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد مصطفى شاكر القارئ والمريد لقرية شمشور التابعة لمركز أشفوف. كان معكم بفضل الله المعرض الهندسي للإذاعات الصوتية الإنارة الكهربائية الكاشفة مخازن الفراشة الكبرى المحيسة التي تطلب دائما وتولد بمحلات مد إعجازي بشمشور تليفون 346-30-14 بالمنزل. أيها السادة سعيكم مشكور اجمعين.